موضوع الرسائل، انت تقول اني انا ما ارسلت رساله لعمر المهنا نهائيا، رسائل كثيره قاعده تداول الان في تويتر. ايوه انه مطرف القحطاني، وحاطين نص الرساله ان مطرف القحطاني ارسل رساله لعمر المهنا، خل عنك يا عديم الاحساس والذوق العام يا كذا يا كذا يا كذا، في كلام حقيقي ما اقدر اقول انا حقيقة. انا اتحدى ما قلت هذا الكلام ابدا، والله الذي لا اله الا انه لم يصير لم يحصل مني رساله يسال عمر سواء بالمنطقه اللي قلت طيب او غيره. وش القضيه اللي يرفعها عيسى الجوكم؟ وش القضيه اللي تبغى ترفعها لعيسى الجوكم انت يا اخي؟ اتهمني اني ارسلت رساله قتل لعمر، شو اكثر من كذا يا اخي؟ المفروض عمر مبدا الشيء هذا ينفي الشيء هذا، واذا انا رسلتك رساله تهديد قتل يا عمر هذه جريمه، ترى جريمه، يعني السكوت عليها جريمه وتركها جريمه، ولا يا استاذ عبد العزيز؟